راجل لعبت في نادي الزمالك ولعبت احيانا في ظروف صعبه جدا في نادي الزمالك، لو ليك انك تطلب او تنصح مجلس اداره نادي الزمالك الجديد تقول ايه؟ مستحقات اللعيبه اهم حاجه في المقام الاول. اول حاجه هيدور عليها، وانا بقول لك عن قناعه، يعني اول حاجه هيدور عليها مجلس اداره الزمالك مستحقات اللعيبه. يعني نحكم صوت العقل دايما، وده اللي انا بفكر فيه. انا لو مكانهم هعمل ايه؟ انا النهارده هحل مشكله القيد ولا ادي مستحقات لعيبه؟ ناس كتيره جدا بتقول لك مشكله القيد. طب انا حليت مشكله القيد وهدفع فلوسها وهجيب كمان 5 لعيبه سوبر لنادي الزمالك، محتاجين فلوس ولا مش محتاجين فلوس؟ محتاجين. طيب انا فكيت القيد واديت فلوس لمقدمات عقود ل5 لعيبه جداد، طب الناس اللي شايلاني من السنه اللي فاتت دي ايه ظروفها؟ هتستحمل؟ اكيد لا، ما انت في فلوس وطلعتها. فاصبح في المقام الاول مستحقات اللعيبه ده اهم حاجه عند مجلس الاداره، عشان اللعيبه دي هي اللي هتكمل معاك السنه، مش 5 لعيبه بس اللي هتجيبهم. خلي بالك، خلينا نتفق ان حتى في الظروف الصعبه اللي كان بيمر بها نادي الزمالك، انا كنت بقول لك سكواد الزمالك كويس جدا. صح. مش ضايع، لا كويس جدا. محتاج تدعم في اكتر من مركز، سواء في الدفاع سواء في النص، لكن لعيبه الزمالك والسكواد اللي موجود في الزمالك، لا سكواد كويس. يبقى انا ادور على السكواد ولا ادور على فك القيد؟ لا، هدور على السكواد اللي عندي، هدور على اللعيبه اللي عندي، هدور على اللعيبه اللي استحملت شالت النادي في ظروف صعبه جدا ومحدش اتكلم فيها باختلاف النتائج. خلي بالك انا ما بتكلمش كنتائج، انت ممكن النهارده تبقى كويس او لا، لكن ان انت بتستحمل النادي في الظروف دي يبقى انت فعلا بتحب نادي الزمالك. يبقى في المقام الاول اللي عندي هي اللعيبه او رجاله اللي مكملين معايا. صح. طيب